سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا الأستاذة بهيجة رمزان، مديرة التربوي لمؤسسة جنة صغار. اليوم غنتكلم لكم على هذه الوقفة الاحتجاجية اللي غديتو. هي كانت أولا من تنظيم أمهات والآباء. أنا تفاجأت كيف ما شفتو بالحضور ديال عدد كبير، عدد هائل من الامهات والاباء، باش كيحتجوا كيستنكروا وكيندوا بشده التصرف الواقع اللي وقعت يوم الاربعاء 28 مارس من الهجوم اللي وقع من احد من طرف احد الجيران. الوغ اللي بغيت نوضح لكم هو ان هذاك الواقعه اللي حدثت لنا نهار الاربعاء حدثت واحد الهلع، واحد الخوف، واحد الانعكاسات سلبيه على النفسيه ديال الوليدات ديالنا. هادشي اللي خلى ترتب عليه هاد لي رياكسيون ديال الاباء بها باش كيما حضروا باش كيدافعوا على حقوق ديال وليداتهم. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى بالنسبه للاجراءات اللي اتخذت المؤسسه هو ان وكلت محامي باش كيدافع على حقوق ديال الاطر التربويه اللي عندنا وعلى التلميذ ديالنا. وقالوا لي الاباء بلي انهم تما وكلوا محامي باش ينوب عليهم في هذا الواقعه اللي وقعت نهار الاربعاء. وانا ثقتي كبيره في القضاء المغربي انه ان شاء الله غادي ينصفنا وانه غادي ينصف الحق. ومن هذا المنبر هذا كنشكر جميع الامهات والاباء اولياء الامور ووسائل الاعلام اللي حاضره معنا اللي فعلا كتادي المهمه ديالها بكل حياديه واللي هي وسائل اعلاميه جاده. كنشكركم على الحضور ديالكم على هذه التغطيه هذه وكنشكركم. شكرا. الجمعيات الحقوقيه متمثله في العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان بالمدينه الجديده وجمعيه لا للظلم وعلى المؤازره ديالهم والمسانده ديالهم. وكنعاود نجدد الشكر ديالي لجميع الحاضرين معنا في الوقفه من امهات واباء واولياء امور ومنابر اعلاميه على هذه الوقفه ديال اليوم. وشكرا. Ils ont pas le droit de toucher mes camarades. De toucher mes camarades, ils sont les meilleurs. Notre école c'est la meilleure. Vive mon école. Notre école est la meilleure. Personne n'a droit à la toucher. Elle est la meilleure du monde entier. C'est elle la meilleure du monde. Et de l'univers entier. Et c'est l'école elle est très gentille. Elle nous fait quelque chose très bien. Elle nous apprend à lire et à écrire et à faire beaucoup de choses d'autres. Et le maîtrier, surtout le maîtrier, c'est très gentil. أنا اسمي ياسمين. أنا اسمي سعاد. أنا اسمي تسنيم. شكرا. هذه كنا في الترانسبور كان كلشي خايف حيت الأستاذ ديالنا ضرب في رجلي. ضرب واحد الأستاذ الجار حدانا وكلشي كان خايف. حنا كنا خايفين دابا يطراني حنايا شي حاجه هادشي غير كنا دخلنا في دراستنا. هاد الجيران تدعو لينا تهجموا على الاساتذه ديالنا وضربوا لنا الاستاذه خصو خصو ترونسبور وتهجموا على المدرسه. حنا اليوم جينا باش ندافعوا على حقنا وما نخليهمش يهدموا لينا مدرستنا. هاد الجيران حبوا لينا حقنا وحنا بغينا نسترجعوا حقنا. جاو ضربوا لينا الاستاذ ديال الرياضه ومشاو تعداو لينا على المدرسه. Parler, je vais essayer de transmettre un petit message. Je suis vraiment émue avec plein d'émotions, mais quand même, je voudrais juste remercier les mamans. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalat wa salam ala Sayyidina, alladhi ba'atahu Allah rahmatan lil alamin, wa liyutmima makarim al-akhlaq. Ahibai, ummahat, aba, awliya al-umur, masa'ukum. بالخير. الوغ الله يخليكم. كيف ما كتعرفوا اعزائي الاباء والامهات انني ربيت اجيال في احضان جنة الصغار وانني دربت الكثير على حسن الكلام وعلى الجرأة. لكنني اليوم وهذا كتحسوا به في الصوت ديالي في نبرة الصوت ديالي انني عاجزة عن التعبير
وبكل اسم المشاعر عن الحب ديالي لكم وعلى تقدير لما فعلتموه اليوم، وعاجزة على التعبير على ما حسيت به يوم الأربعاء عندما لامست دموع أطفالكم خدودهم. فعلا كنت في حالة صعبة جدا، وهذا الشيء كله لمستوه من وصل وليداتكم البيوت ديالكم. ألوغ اللي كنبغي نقول أن احنا النهار الأول فجينا هنايا خلقنا المدرسة، كانت المدرسة الوحيدة في الحي، ما كانوش حتى الجيران، وفي التصميم ديال الجزيئة كانت مهيئة المؤسسة. احنا عندنا مشكل مع الجيران على التوسعه، لان الجيران كما كينوضوا كيقولوا احنا عندنا رود، احنا عندنا مدرسه ابتدائيه مرخصه، سينو ما يكونوش الوليدات عندهم دي بلتا من مسار معترف بهم من وزاره التربيه الوطنيه. ولكن للاسف كنلقاو جيران من اطباء ومن موثقين من النخبه كما يدعون ومثقفون واساتذه جامعون يحاربون ماذا؟ وللاسف مؤسسه تعليميه. اين درسوا ابنائهم؟ في البحر ام في الجبال؟ اظن ان مدرسوهم في مدارس وسط مجمعات سكنيه. وما هذه التربيه؟ عندما ارى الجار بزوجتي وابنائي وابنتي، ورايتم كل ذلك على الفيديوهات اللي نشرنا، انهم يتهجمون على المؤسسه وبكلام ساقط ونابي. انا من هذا المنبر هذا كنقول هذا الجار وكنقول هذا الجيران حرام وعيب عليكم، لان هادشي اللي كديروه الوليدات وقالوا عليا اكثر من مره، ان هذاك الاخلاق اللي كتعلم الوليدات وهذاك التربيه اللي كتربوا الوليدات، دي ماما احنا ما قدرناش نحبسوا التوسعه، احنا غادي نكسدوا الاخلاق ديالهم بهذاك الكلام اللي هما تربوا عليه. انا كنقول لهاد الجيران لا، لن نقف مكفوف الايدي، وخصوصا عندي اباء وامهات رائعين بحال هذول اللي كنصفق لهم بكل حراره. انا هذا اسبوع وانا كنشوف الابتسامات ديال الاباء والاراء ديالهم والتعليقات ديالهم على المواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلا هذه الامور كلها تدوج الصدر. شفت انا وليداتي اللي هما ربيتهم ملي كان عندهم 3 سنين، شفتهم كيفاش كيدافعوا بكل قوه على المؤسسه ديالهم. انا اليوم كنقول لكم ان المؤسسه ماشي ديالنا، المؤسسه ديالكم كاملين، المؤسسه ديال وليداتكم. وكنتمنى خصو نعرفوا، انا دابا كنوجه واحد الرساله لوليداتي، اننا ناخذوا الحق ديالنا بالقانون، واننا رفعنا دعوه باسم جميع الامهات داكور، والمسطره القانونيه ديالنا راه بدات، وغادي نكملوا الدعوه ديالنا وغادي ناخذوا الحق ديالنا بالقانون. وهذه هي الرساله اللي بغيت نوصل لوليدات، اننا ما محتاجينش نديروا فوضى، اننا ما محتاجينش نكونوا فوضويين، اننا ما نكونوش محتاجينش نكونوا قليلين الادب باش ندافعوا على الحق ديالنا. والوليدات ديالنا بالنسبه للناس اللي كيقولوا احنا استعملناهم، ما شاء الله عليهم وانا فخوره بهم، عندهم من العقل تبارك الله ومن الوعي ومن التفكير ما يجعلهم يميزوا بين الحق والباطل. والحمد لله الوليدات خذوا البادره ديالهم، هما اللي كتبوا الشعارات مع بعض الامهات وكتبوها بوحدهم وداروا اجتماعات من غير انهم اجتمعوا في المؤسسه، اجتمعوا في البيوت ديالهم وقالوا غادي ندافعوا على الحق ديالنا. وانا كنشكر جميع الوليدات اللي هما احبائي، وكنشكر جميع اولياء الامور، امهات اباء اولياء امور، وكنعاود نجدد الشكر ديالي لهاد السيده اللي قطعت المسافه ديال 600 كيلومتر وانا غادي نبوس لها على راسها اعترافا بهذا الشيء. شكرا شكرا، الله يجازيك بخير، وان شاء الله وهذه غير البدايه، حنا غادي نناضلوا غادي نناضلوا ان شاء الله، الى حين غادي نوصلوا للاعداد ان شاء الله.